مرحبا بحضراتكم جديد. الجونة والأهلي على استاد خالد بشارة الساعة 9 مساء. تشكيل الأهلي ظهر لكن لسه تامر مصطفى ما أعلنش عن تشكيله. الأهلي هيلعب النهاردة بالشناوي، محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول، حمدي فتحي والسولية، صلاح محسن وقفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف. تغييرات عن لقاء بتروجيت: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم النهاردة بيلعب مكانهم أيمن أشرف ورامي ربيعة، وصلاح محسن بيلعب مكان حسين الشحات. طبعا في استبعادات كتيرة النهاردة من ريكاردو سواريش، حسين الشحات وعبد المنعم وياسر ابراهيم واحمد عبد القادر ولويس ميكاسوني بيرسي تاو وبدر بانون، وطبعا الغيابات اللي بقى لها فتره اكرم توفيق وعمار حمدي والاثنين بيخضعوا لفتره من العلاج الطبيعي. دكتور طه، التشكيل من وجهه نظر حضرتك شايفه منطقي؟ هو طبعا بالنسبه للسنتر باكس يعني المتاحين يعني طبعا رامي ربيعه وايمن اشرف دول المتاحين. نص الملعب حمدي فتحي وعمرو السولية، ديانج باين وضع عليه جهات كبير جدا في المباراة اللي فاتت، فواضح ان هو فايق. يعني حطه جنبه مش فايق. وبعدين طاهر وقفشه وصلاح محسن، صلاح محسن بدل حسين الشحات، يعني تقريبا نفس الفريق تقريبا. هو زي ما انا قلت في الاول، هو عنده حاجات مهمة جدا لازم يراعيها كويس. المشاكل الاخطاء الدفاعية، لان الماتش السموحة وحتى الماتش بتاع بتروجيت كان فيه برضه مساحات وكان فيه وقفه غلط. فالنهارده مهم جدا، لانه يعني عندك في المقابل في فريق الجونة عندك اسلام عبد النعيم لعيب متحلل، خالد قمر مهم جدا، عندك برضه على الجناب الشبراوي برضه من الناس اللي بتتحرك في الناحيه الشمال او اليمين، بيتحرك فيها بالشمال اعتقد وبيلعب كرات عرضيه. وعنده برضه لعيب اجنبي لعبه الماتش اللي فات، ارنو بالظبط، اندريان انتيناي، فهو عنده في الناحيه. وبعدين في الكرات الثابته هم متميزين، والنادي الاهلي لازم ياخد باله، لانه حتى المباراه اللي النادي الاهلي اتحدد فيها 3-3 وكان كسبان 3-1 برضه محمد نجيب سجل برضه من كوره عرضيه، صح، خلاف المره الاولانيه في الدور الاول، صح. فعشان كده مهم جدا النادي الاهلي يتمركز بشكل كويس في النواحي الدفاعيه في الكرات العرضيه اللي من اليمين او من الشمال، دي مهم جدا، دي اللي اكيد هيلعب عليها الجون، يعني بالزبط. هو عارف ان بالزبط. دي مشكله في الاهلي. والكرات الثابته اللي زي دي انا شايف ممكن عمرو السولية يدخل مع يساعد مع الاثنين السنتر باكس في العمق الدفاعي، على السنوات طويل ايضا ممكن يساعد فيها، أوكي. ودي مهمه جدا للكرات العرضيه. يتبقى الناحيه الهجوميه بالنسبه للنادي الاهلي، انا شايف في الناحيه الهجوميه طاهر بيتحرك بحريه وبيجري بمجهود كبير، واحيانا موفق برضو ان هو في كل مباراه سجل هدف. المباراه اللي فاتت اعتقد مع السموحه سجل هدف، والمباراه اللي فاتت برضو سجل فيها هدف. فقفشه ده الهدف اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه، هدف نجيب في الاهلي، ده اللي كان في الدور الاول التعادل، واحد اوكي. شوف اعتقد في الدور الثاني لو جاب برضو الدور الثاني هيلاقي كان برضو في نفس مزاياه بالظبط، برضو سجل هو فيها من الجوال الثلاثه اللي سجلها فريق الجونه. الناحيه الهجوميه بالنسبه للنادي الاهلي، محمد شريف محتاج ان هو يبقى يعني تعرف لعيب رزل مع المدافعين، يعني ما يبقاش سلبي زي ما ابتدى، زي ما كان موجود في بدايه الكرات العاليه، انط مش عايز اخدها وخلاص، لا ما لعبهاش. الكرات اللي بتلعب على الاطراف يبقى انا متوقع وانا اروح لقبل. ده الهدف اللي هو في لقاء برضه في الماتش الثاني. انا بقول لك على دي الكرات العرضيه بتكلم عليها النهارده، بتكلم دلوقتي عشان دي حصلت في المباراتين اللي فاتوا، النادي الاهلي خسر نقطتين في المباراه الاولى اللي كان لسه بيدافع، لسه الدوري موجود وكان النادي متفوق لو كسب بالظبط، انما المباراه الثانيه يمكن كانت تحصيل حاصل. عشان كده مهم جدا النادي الاهلي يتمركز بشكل كويس في الكرات العرضيه دي، والشناوي عليه دور كبير جدا في ان هو ينظم المدافعين طبعًا. وعليه دور كبير في ان هو في مساحات معينه يطلع فيها هو، يعني ما اقفش من تات خشبات. الجول السريع ممكن يشتغل في ال 18 كلها في الكرات العاليه، وخاصه الكرات اللي بتبقى بالونه عاليه، يعني عندي فرصه ان انا اروح العبها بسهوله جدا، دي نقطه مهمه جدا. فمحمد بالنسبه لمحمد شريف، الكرات اللي بتتلعب ورا الباكات، المفروض انا ابقى مستعد يمين او شمال، الكرة متحركة من الناحية اليمين يبقى انا الناحية دي شوية، بحيث لما تتلعب هنا انا اروح قبل السرد باك، كل مرة السرد باك بيروح الأول ياخدها وبعدين أنت بتروح ما تعملش حاجة، فإذا النهاردة ده المكان الوحيد المتنفس لك، إن يبقى عندك على طول إحساس الراجل بيعدلها وهيعمل سوير في الحتة الفاضية ديت، أنا أروح الأول أستلمها، لأن متى استلمتها بقى عندك فرصة بقى إنك أنت تروح لوحدك تلعبها مع زميل، تعمل 1-2 بقت هجمة، إنما طول ما رايحة منك خلاص هجمة انتهت، صح. وخاصة إن في أوقات يعني النادي الاهلي بيلعب بكرات طويله، وخاصه
رامي ربيع بيلعب كره طويله اماميه كمان. ودي برضو اسفرت عن اهداف صح. سواء حسين الشحات في مباراه من المباريات سجل واحده استقبلها كويس وشالها من فوق، وحتى شريف في مباراه الزمالك لما اتعمل خطا المدافع وقدر ان هو يسجل منها. فبرضو الكرات الطويله اللي زاد المفاجاه تستغل ده بما انك عندك حد بيلعبها بدقه يبقى انت كمان تبقى بالظبط يبقى انت صح على طول. ليه دي انت واقف هنا ليه صح. مش ممكن لعبه زي دي تعدي واخدها ده او ياخدها ده، انا موقف على الجنبين لان الكره بتتطور في الناحيه اليمين يبقى متوقع هتتلعب هنا، بتطور الناحيه الشمال يبقى متوقع هتتلعب هنا في الفاضي الشمال، فدي على طول لازم اتحرك فيها كويس. قفشه قفشه برضو محتاج ان هو في حاجات على الجول مش كل حاجه عاملها ببطن رجلي في حاجات عاملها بوش رجلي. مباراه المحله مباراه المحله النادي الاهلي جاب جول اعتقد كان ضرب جزاء قفشه اللي جابها مش كده الاول واحد بعدها جت واحده بتنط على جوه ال 18 عايز يعملها بجنب رجله افيه وهي نط وهي عاليه يا عم بوش رجلك كده انا مش عارف كل اللعيبه بتاعتنا مسيطر على تفكيرها الافيه الافيه بجنب رجله في وش الرجل ده معمول ليه صح. ده هو الاول ده وش الرجل هو ده دي على طول هو حب اللي يعملها كده طبعا متحكم فيها ازاي وهي بتنط عاليه وعايز اعملها افيه ففي فرص زي دي ده كان الجول الثاني كان خلص كنت خلصت يساعد يساعد على المباراه فدي برضو الفرص مهم جدا ان الاهلي يستغلها من البدايه عشان يقدر يلعب الجيم وهو مستريح.